يعني وده كل نقطة عاوزين نتكلم فيها. بقول للمهندس احمد مجاهد، البيان اللي نزل والنبي والقرار اللي نزل انه اي حد يتكلم على اي حد هناخد منه هو كل شويه هناخد منه ايه؟ ناخد منه موقف. الاستاذ والنبي كارترون، يعني ده يعني مثلا كل بعد كل ماتش فرق ماتش ودي، يعني محدش يتكلم. ما قالش على الفرنسيين، ما قالش على الفرنسيين. الموقف على على الايجيبشن بس. لا يعني ده الموقف على مين يا ممكن يكون يعني على مين؟ ده على مين يا رئيس؟ لا ممكن يكون يعني الهدف على مين؟ ده لو اتكلم حد من النادي الاهلي هيبقى الموقف على مين؟ ممكن يكون لك اثنين محترفين يتكلموا، اثنين محترفين اجانب يتكلموا. الراجل ده بيتكلم كل مره بصوره غريبه جدا، عاوز افهم. محدش بيقول له انت بتعمل ايه جدا مهم، ايه الصمت الغريب ده يعني؟ لا هو بس كده محمود، بعد اذنك هاخد من كلامك. يعني الكلام اللي اتقال من كارترون مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك كمنافس طبعا، لكن لما تقول ان الاهلي بيلعب مباريات وديه والمنافسين ما عندهمش طموح، يعني انت كده بتتكلم على الاهلي، اتكلمت على الانديه الثانيه وبتشكك في مبدا اللعب النظيف. هو بيتكلم عن نفسه، خلي بالك. لا لا انا عايز اسال سؤال بس يا كابتن اسلام. دلوقتي الانديه ما حدش رد، الانديه ما اعترضتش، اتحاد الكوره ما خدش موقف. ايوه الاعلام بتاعنا فين؟ لما السيد عبد الحفيظ بيقول كلمه بتلاقي الاعلام كله يطلع يقول ما يصحش وما ينفعش والاثاره والفتنه والتعصب. طب انتوا فين من الكلام ده؟ طب انت سيادتك يا ميسي وكارتيرون فين من المباراه الاعتزال اللي احنا شفناها من ساعات دي؟ مش دي مباراه كانت وديه؟ منتهى الوضوح اهو، بقولها بمنتهى الوضوح، كانت مباراه وديه، كانت مباراه وديه. مش ممكن يكون الاسماعيلي اللي لعب قدام بيراميدز وبعدها باسبوع لعب قدام الاهلي وعمل العروض دي بعدها ب 48 ساعه يبقى بالشكل ده؟ ما يمكن قد يكون يا قد قد يكون مع كامل الاحترام، يبقى ما تتكلمش عن ده، ما تقولش ده اللي بيته اللي بيته من ازاز ما حدش نفسك يعني بس كده. ما يوديش السؤال عشان يتاكد، ما يوديش الناس يا كابتن اسلام زي ما اسامه قال، ما يوديش الناس للسكه ده. انا الحقيقه استغربت موقف كابتن علي ابو جريشه، هو كابتن حسني عبد ربه، دون ان يسالهم احد. يعني تخيل انا بقول لك ايه رايك في مباريات الدوري النهارده؟ قال لهم خلي بالكم، اوعوا تفكروا الاسماعيلي ممكن يلعب كده في مباراه الزمالك. ايه ليه كده؟ لا يعني لا، يمكن قد يكون من الضغط اللي على كابتن علي، ما حدش قال له حاجه. ده الكلام كان على الماتش. كابتن حسني قال لك هو في فريق يعني يحط له ثلاث ماتشات في 10 ايام، كان حد كان اكله دسمه مثلا فمعدته يعني. انا الاهم اللي قاله اسامه واكده استاذ جمال والاستاذ محمود، اللي هي فكره ايه؟ احنا ليه بنحط مساحه ضبابيه وبعدين تحاسب الناس؟ ده المهم بالظبط، حاجه لا شيء لا يصدقه عقل الحقيقه. ثم بس انا عشان لما شايفهم الراجل اصلا راجل فرنساوي اولا ضيف عندنا، ثانيا وده الاهم، ممكن يكون ليك اتنين محترفين اجانب يتكلموا بره قرارات اتحاد الكوره زي المشاركه كده بتاع اللعيبه يعني. هو يقدر احنا لينا خمسه. لا لا بس على فكره لا في الكلام اتنين، كلام اتنين بس. بس انا عايز اقول لك من الشمال يبدا عشان هو الفرنساوي من الشمال. ممكن طب ما هو مبيتسو بيتكلم انجليزي، ما هو مبيتسو اتقال له تحذير وخد تحذير من اتحاد الكوره انه ما يتكلمش في جزئيه بس انا ما اعتقدش جزئيه الضغط. لا لما قال ان الاتحاد بتاع جنوب افريقيا ريح فريق صن داونز قبل المباريات بتاع ده قبل ايوه في البطوله الافريقيه اتقال، والدنيا كلها كمان اتكلمت والاعلام اتكلم. يا جماعه انتوا واخدين الموضوع بجد؟ اصلا الموضوع لما قالوا لمستر بيتسو، يعني انا عارف ان هو بيحب يقولوا له بيتسو مش موسيماني، الراجل اصلا كانوا بيقولوا له ان اتحاد جنوب افريقيا زعلان منك انك بتكشف اسراره، انه قال انه رايح فريق. فانت ليه بتقول كده؟ الناس اشتكوا ان انت بتقول حاجات عرفتها في جنوب افريقيا. وبالتالي يا جماعه انتوا واخدين الموضوع جد قوي. الموضوع اصلا الكره المصريه عماله تخسر، وانتوا قلتوا الدوري الانجليزي، شوفوا كمان دوريات حوالينا، شوفوا بعض البرامج. وكابتن سمير محمود عثمان كان بيحلل في واحده من القنوات في برنامج لطيف الحقيقه عن الدوري السعودي. الحقيقه مشهد الكاميرات مشهد رائع، وبعدين تكتشف كمان انه يعني ام الكوارث ان احنا عندنا كل المعدات، عندنا كل الكوادر. صحيح. وده حقيقي يعني. صحيح. وبعدين الناس دي بتعمل فينا ليه كده؟ اصلا تكتشف كمان انه ما حدش واخد بالبروتوكول يا كابتن اسلام، بروتوكول 3 ساعات قبل الماتش يروح الكرو علشان يشوف وضع الكاميرات، علشان مراقب المباراه وحكام المباراه يبقوا موجودين في تركيب كل الادوات بتاعه اوضه الفار دي او كابينه الفار. وبالتالي الحقيقه شفت المشهد يعني عارف ما يصعب عليك من حد، لان انا متاكد ان مصر العظيمه دي كل الامكانيات متاحه، ومش من سبيل يعني التكرار، لا هفضل اقولها لهم
في مصر الجديدة شفنا في الكان 2019 نسخة دولية حقيقية. صحيح. في كأس العالم لليد نسخة دولية حقيقية. أعتقد دكتور حسن مصطفى قدم نموذج رائع مش بس مبارك له. اعتقد بقى ان اللي انتخبوه بالتزكيه دول بقى يعني مش الجيزه وكوبري عبود، لا دي اوروبا عشان ما قالوش اسيا وافريقيا، لانه قدم كثير. عشان كده لمسته بانت في الاتحاد المصري. يا جماعه نحن نحتاج شخصياتنا اللي استثمرنا فيها في كره القدم تحزو حزو نفس الشيء، فتقدم نموذج لاتحاد كره يلم كل اللي انتوا بتقولوه ده بقى. ساعتها يجيب واحد فرنساوي يتكلم مع الفرنساوي، واحد انجليزي يتكلم مع الانجليزي، لان هيقولوا لنا الترجمه ما بتظهرش على الشاشه. أيوة. والله لو جيت تقول كده اقول لك الترجمه ما بتظهرش على الشاشه، ده المايك ما بيروحش للصحفي وهو بيتسال. مش ممكن المؤتمر الصحفي، وده مهم جدا. فارجو ما تاخدوش الموضوع بجد يا جماعه، عشان في جمهور محترم وفي شعب مش عايزين نوديه محل ما عايزين ياخدوه على سخونه الكره اللي هي لعبه متعه.